طبعا ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا تقرير براعم نادي اسمنت حلوان الرياضي بمدينه ميت بره بمحافظه المنوفيه. طبعا انضم الي في هذه الفقره الكابتن علاء الصعيدي المدير القطاع البراعم بنادي اسمنت حلوان. اهلا وسهلا كابتن. اهلا بك كابتن. اهلا بحضرتك. وطبعا معانا النجم الصغير النجم الجميل اللاعب عبد الوهاب خيري مواليد 2011. ازيك يا عبد؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ الحمد لله. سعان والدي؟ حبيبي. ومعانا طبعا الكابتن الكبير الكابتن النجم طبعا نادي اسمنت حلوان الكابتن باسم لسيف. اهلا وسهلا كابتن. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ومعانا اللاعب الجميل عمر شريف عبد المحسن. منور يا عمر. مبارك يا حبيبي. الحمد لله. كله تمام؟ تمام. طبعا في البداية عايز اتكلم يا كابتن علاء بالنسبة لقطاع البراعم بنادي اسمنت حلوان، الوضع التدريبي شكله ايه؟ المدربين وضعهم ايه بالنسبة لهذا القطاع؟ والله حضرتك احنا بدأنا من السنة اللي فاتت، كنا الأول في البداية كنا عندي أكاديمية. تمام. بدأت الأكاديمية الأول من 14 سنة. الكابتن باسم نفس الوضع برضو بدأ الأكاديمية ب 14 سنة. تمام. في المنوفية. في المنوفية. تمام. بلدي ميت بره مركز أوسنا. أنت بقى رئيس مركز شباب ميت بره. رئيس مركز شباب أوسنا. يعتبر أصغر مركز رئيس مركز. أصغر رئيس مركز شباب في محافظة المنوفية. تمام. مركز شباب. مركز شباب ميت بره. ميت بره. تمام. اتفضل. أوسنا محافظة المنوفية. تمام. بدأنا من أنا كنت لعيب كورة في الأول طبعا كان أقرب حاجة لينا. جمهورية غزل شبين. جمهورية غزل شبين. لأن احنا طبعا من 14 سنة ما كانش فيه تطور اللي حصل في الكورة الوقت. أول حاجة بدأنا فيها اللي هي الايه الأندية اللي قريبة مننا احنا. تمام. ما بدأنا في الأندية دي طبعا ما فيش جديد ما فيش تطور. بدأنا وبطلنا كورة وفي الآخر برضو ما وصلناش لأي حاجة. تمام. فأنا حبيت إن أنا أتواصل بحيث إن أنا أحاول اللي أنا ما قدرتش أعمله في ولاد بلدي. تمام. أقدر أوصلهم. بحيث ازاي اوصلهم لمستوى انا ما قدرتش اوصل ليه. تمام. انا والجيل بتاعي كله والجيل اللي قبله واللي قبله احنا عندنا دي برضه حاجه كويسه برضه. ففكرنا في الفكره دي فبدات ان انا اروح اطور من نفسي. اخد دورات. بدات اشتغل معاهم في البلد عندي في الاول. بدات اكاديميه بيرا وعندي بيرا العجوز وعندي برضه تدريب في اوسنا. يعني عاملين شغل كويس. عاملين في اللعب بتاعنا كله. تمام. بتاعه كويسه. كابتن باسم بالنسبه لقطاع البراعم انت بقى ماسك مواليد كام بقى؟ انا حضرتك ماسك يعتبر رئيس الجهاز عن رئيس الجهاز في عن قطاع الدلتا مفوض من قبل الكابتن وليد نادر. تمام. بالنسبه برضو للقطاع افرز لاعبين كويسين. الحمد لله السنه دي احنا عندنا لعيبه كويسين. عندي عبد الوهاب خيري الحمد لله السنه دي في الانتاج الحربي 2011. تمام. عندي خالد وليد لاعب نادي غنشلسبور في تركيا. مواليد حاليا لا ده مواليد 2004. تمام. بس ده كان طلع من عندي من الاكاديميه. تمام. عندي الحمد لله برضو محمد محمود ابراهيم الشرب حمودي في نادي زد. عندي محمود احمد طه ايضا في نادي زد. عندنا برضو محمد طه الصعيدي ابن الشقيق كابتن علاء. تمام. في نادي المولين العرب حاليا. طب كويس. عندنا الحمد لله مواهب كويسه جدا على مستوى الاكاديميات. عندنا مهند حجاج لاعب نادي ان بي. طبعا ده طلع من عندنا والكابتن علاء. تمام. 2008 كابتن فريق ان بي 2008 حاليا. تمام. الحمد لله السنه دي طلعنا حوالي اكتر من 38 لاعب كتسويقيه لانديه الدوري وخارج الدوري كمان. طب يعني كويس. خارج بره. قول لي كده يا عبد الوهاب خير كده انت يعني مركزك ايه في الملعب بقى؟ باك ليفت. بتلعب باك ليفت. باك ليفت كويس كده. انت 2011 انضميت لنادي الانتاج الحربي. تمام. وبتروح تسافر للانتاج وتلعب هناك. تمام. شاطر. وانت بقى يا عمر يا شريف عبد المحسن مواليد كام؟ 2009. 2009. مركزك ايه في الملعب بقى؟ صانع العاب. صانع العاب. بتلعب فين حاليا؟ في نادي اسمنت حلوان. تمام. وبتلعبوا دوري كويس؟ المدربين مدربك اسمه ايه بقى؟ كابتن باسم نسيب. كابتن باسم طبعا مدرب كويس وشغال معاك كويس؟ تمام. قول لي كابتن علاء بالنسبه للهيكل التدريبي في الاكاديميات او في قطاع الدلتا يعني مدربين مؤهلين لهؤلاء البراعم؟ عندنا مدربين كانوا لعيبه كوره كبار جدا في على مستوياتهم وبرده واخدين دورات تدريبيه. تمام. ومؤهلين برده بقالنا فتره مؤهلين الكابتن عمرو دبور، الكابتن محمد شحاته، الكابتن اسلام سامي، الكابتن محمد حمدي.
كلهم مؤهلين وعلى مستويات كويسه جدا وبندرب الولاد باسلوب علمي يعني. تمام. كابتن باسم برضو بنتكلم عن الهيكل التدريبي كرئيس جهاز الكره، بالنسبه للمدربين زي ما ذكر الكابتن علاء مؤهلين، هل فعلا حاصلين على الشهادات الدوليه اذا كان سي او بي ولا كارنيه نقابي ولا دوره اساسيه؟ لا الحمد لله معظم المدربين عندنا حاصلين على دورات. تمام. وفي بعض المدربين حاصلين على الدوره الاساسيه. تمام. عندنا مدربين على اعلى مستوى، عندنا الكابتن محمد حمد ابو الدهب ربنا يشفيه ويعافيه. تمام. عندنا الكابتن عمرو دبور من احسن المدربين عندنا تقريبا. عندنا الكابتن اسلام سامي ده يعني نموذج حي للشباب المحترم. تمام. في مجال الكوره في مجال التدريب. عندنا الكابتن محمد شحاته ده يعني مسمينه ابو البراعم. عندنا ايضا الكابتن محمد راجب ده يعني عنده كادر جيد. عندنا الكابتن محمد راجب ده يعني تقدر تقول اقوى مدرب حراس مرمى على مستوى محافظه المنوفيه. تمام. يا ريت تجهزوا لنا الصور كده بتاعت براعم نادي الزرقاء والناشئين. كابتن قول لي كده يا ابو وهاب، انت اهلاوي ولا زملكاوي بقى؟ اهلاوي. اهلاوي؟ في اهلاوي ساعان كده؟ وانت يا عمر؟ اهلاوي. اهلاوي برضه؟ والمدربين بتوعكم ايه بقى؟ ايه يا كابتن باسم؟ لا الحمد لله كله اهلاوي ولا اكيد اهلاوي طبعا. طب احنا بقى زملكاويه بقى. مفيش مانع، الاهلي والزمالك واحد. ان شاء الله كده نتمنى المباراه النهائيه اللي تكون بين الشقيقين ان شاء الله والقطبين الكبيرين الاهلي والزمالك باذن الله في نهائي افريقي خالص، وباذن الله صاحب الاداء الجيد هو صاحب الفوز ان شاء الله، ونتمنى مباراه تليق باسم الناديين الكبيرين. يا ريت نعرض الصور كده سريعا. طبعا اللاعب زياد علي مواليد 2009 هاف رايد من اللاعبين الجيدين المميزين بقطاع البراعم بنادي الزرقاء الرياضي، احد انديه الممتاز به. اللاعب زياد علي من اللاعبين المميزين الجيدين في مرحلته السنيه. اللاعب يوسف فتحي مواليد 2007، لعيب جيد جدا، لعيب موهوب، كان بيلعب في نادي الداخليه الموسم الماضي، من اللاعبين الجيدين. طبعا معانا نادي حدائق حلوان تم التعاقد معه، الفريق الاول والناشئين والبراعم، وبيلعب دوري سوبر القاهره هذا الموسم ان شاء الله. ومعايا النجمين محمد سيد نعيم واللاعب مصطفى سيد نعيم، لاعبين مميزين كانوا في بتروجيت الموسم المنقضي وتم انضمامهم لنادي الزرقاء احد انديه الممتاز به. طبعا مدربين اسكندريه ما ننساهمش، الكابتن شيكو والكابتن جمال عبد الحليم والكابتن محمود شيكو والكابتن محمد فواز والكابتن صابر محمود والكابتن رأفت، طبعا مدربين كانوا في المعسكر، معسكر اعداد فرق الاسكندريه والقاهره، والحمد لله تم بنجاح هذا الموسم. اللاعب الجميل عبد الرحمن الجليسي لعيب موهوب مواليد 2003، تم عمل عقد له كلاعب محترف من اللاعبين المميزين، كان بيلعب ايضا في نادي الداخليه الموسم الماضي. اللاعب الجميل لاعب ايمن محمد طبعا من اللعيبه الكويسه جدا اللي انضمهم حديثا لقطاع ناشئين نادي الزرقاء الرياضي. اللاعب عبد الرحمن محمود من اللعيبه الكويسه مواليد 2003، من اللاعبين الجيدين مع مدرب الفريق كابتن اشرف عطيه، من اللاعبين المميزين في القطاع. اللاعب محمود عماد مواليد 2003، من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. طبعا الكابتن رافت والكابتن محمد بيبو والكابتن اشرف مدربين القطاع بنادي الزرقاء الرياضي. الكابتن علي غازي المدير الفني لفريق 2001، والكابتن بيبو مدير فني 2005، والكابتن سعيد عبد الحليم مدير فني 2004، من المدربين المميزين في القطاع. الكابتن علي الصعيدي مدرب بنادي المكس السكندري بالاسكندريه، من المدربين المميزين جدا اللي افرزوا بعض اللاعبين الجيدين. كابتن باسم عايز اتكلم عن قطاع الدلتا او قطاع البراعم، هل قطاع الدلتا لوحده ولا في قطاع في القاهره ولا لعب الدوري ازاي؟ لا هو لعب الدوري حضرتك هو بالاتفاق مع الكابتن وليد نادر كتكميلي. تمام. كتكميلي بس احنا الحمد لله عندنا في الدلتا يعني تقريبا ثلاث ارباع القطاع بنفرغه قبل ما بنسجله. تمام. يعني نادرا ما بنسجل لعيب نادرا ما يعني لما بيجي الدوري ما يمكن ما بنلاقيش لعيبه نلعب بيها لان اللعيب اللي بتجيله فرصه انا بمشيه. تمام. انا عندي السنه دي احمد عماد في بيراميدز. عندنا مصطفى محمد في بيراميدز.
تمام. عندنا لعيبه برضو الحمد لله مشيناهم زد، نادي زد محترم، في لعيبه عندنا برضو في نادي المقاولين العرب، في طبعا عندنا في بتروجيت الحمد لله اللعيبه اللي بيجيله فرصه بتمشي، لكن احنا بنلعب دوري منطقه القاهره تمام بنادي اسمنت حلوان. تمام. كابتن علاء برضو كلمني عن لعب الدوري، فعلا بتفرزوا لعيبه اثناء الدوري والنتائج جيده بالنسبه لدوري القاهره؟ حضرتك احنا بننفرز لعيبه، وحتى من غير الدوري كمان احنا برضو بنسوق. يعني انتوا عاملين اكاديميه كتسويق لاعبين؟ احنا عاملين اكتر في المقام الاول، عندنا اكتر من اكاديميه شغالين كذا فرع ومدمجين كلهم في اسمنت حلوان. احنا مطلعين في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول اكتر من 50 لاعب او 60 لاعب بالانديه الدوري الممتاز. تمام. عندنا امير في الاهلي 2006 امير علاء، كويس، من افضل لعيبه في مصر ومنتخب راح تجمع منتخب مصر السنه اللي فاتت واللي قبليها. تمام. عندنا مهند احمد دياب حجاج في نادي انبي 2008 كابتن منتخب مصر 2008 وراح التجمع منتخب القاهره بقى، منتخب القاهره مش عايز منتخب القاهرة. مصر عشان 6 و8 لسه عندنا إيه؟ محمد طه ابن اخويا نادي المقاولين العرب كان في الاهلي السنه اللي فاتت، راح المقاولين السنه دي، هداف دوري الصيد السنه اللي فاتت اللي كانت معموله في نادي زد. عندنا محمد محسن نادي انبي. عندنا يعني في لعيبه برضه، في برضه لعيبه كويسين برضه. عندنا ايضا وحيد سعيد، وحيد سعيد حارس مرمى نادي الاتحاد الحربي 2004 حاجه كويسه جدا. تمام. عندنا محمود صلاح، راح استثمار بقى ولا راح؟ لا 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 لا، ده لعيب قوي جدا، لعيب كويس جدا، مرمى وحاجه مبشره. كان بيلعب فين قبل كده يعني؟ هو كان بيلعب في اكاديميه برامج، هو حضرتك كان عندي الاكاديميه وانا وديته النادي الانتاج الحربي، بقى له النادي دلوقتي 6 سنين هناك. تمام. عندنا ايضا محمود صلاح، عندنا محمود صلاح برضه في نادي الانتاج الحربي 2006 جاي له عروض من انبي والمقاولين. تمام. قول لي كده يا ابو وهاب، انت بقى لعيب كويس بقى، مدربك اسمه ايه؟ الكابتن باسم. الكابتن باسم برضه مدربك؟ لا هو حضرتك بس ها؟ كل حاجه هو الكابتن اسلام سامي. الكابتن مين؟ اسلام سامي. الكابتن اسلام سيف؟ كابتن اسلام سامي. اسلام سامي مدرب. اسلام سامي. كابتن اسلام سامي. وانت عمر مين المرانا بقى، الكابتن باسم برضه ولا الكابتن اسلام؟ كابتن عمرو دبور. كابتن عمرو دبور. عارفين مدربينكم ولا ايه؟ لا هم عارفين بس هم عارفين انا قاعد، فهم عايزين يقولوا هم عايزين يقولوا الكابتن باسم اكتر. لا لا انت تقول اسم المدرب بتاعك. بالنسبه لل يعني القطاع على ما يرام، الملعب التدريبات كويسه، الملاعب كويسه، الادوات متوفره، لان طبعا البراعم في مراحل تعلم وطبعا محتاجين شغل كتير بالنسبه للكوره والادوات والحاجات دي متوفره. والله حضرتك احنا بنوفر لكل لاعب كوره بالنسبه لسن البراعم، طبعا حضرتك عارف من ضمن البرنامج التدريبي ان لازم كل لاعب من البراعم يبقى معاه كوره. تمام. عندنا ملاعب موفرين، ملاعب مركز شباب مجبره للبراعم الصغيرين. تمام. عندنا بناخد جنبنا مركز شباب يروحون ملعب 11 اوف سايد اللي هو السن الكبير 2007 2006 2005 2002 2003. تمام. كابتن باسم حابب تشكر مين بقى في المجال بقى؟ انا احب اشكر طبعا واوجه الشكر للكابتن وليد نادر. تمام. على ثقته طبعا الغاليه فينا ديت. كابتن وليد نادر طبعا هو المسؤول عن نادي اسمنت حلوان منذ العام الماضي. تمام. طبعا احب اوجه الشكر طبعا في المقام الاول طبعا للكابتن علاء الصعيد اللي قاعد قدام حضرتك. تمام. كل الساده المدربين اللي معايا، كابتن محمد حمدي، كابتن عمرو دبور، كابتن اسلام سامي، كابتن باسم حربي، كابتن محمد رجب. اشكر طبعا بجدير الذكر الكابتن محمد رشوان الصديق العزيز. لا من الشخصيات المحترمه كابتن طبعا محمد، كابتن محمد رشوان من الناس المحترمه جدا الجيدين كمان. طبعا الحمد لله يعني طبعا احب اشكر والدي ووالدتي طبعا اكيد طبعا. كابتن علاء برضه حابب تشكر مين في كتاب؟ انا احب اشكر والدتي الاول، ربنا يديها الصحه والعافيه. وطبعا بحب اشكر كل ابناء اسمنت حلوان. تمام. بشكر الكابتن وليد نادر برضه اللي وقفته معانا بصراحه الموسمين اللي فاتوا دول. تمام. دايما داعمنا في ظهرنا وكل حاجه كويسه بالنسبه لنا بيوفقوا لنا. قول لي كده يا ابو تشكر مين بقى؟ بحب اشكر كل المدربين القطاع وعلي محمد وبابا وماما. حبيبي. وانت عمر حابب تشكر مين؟ اشكر اولا بابا وماما ومدربين القطاع نادي اسمنت حلوان، واشكر نادي اسمنت حلوان اللي هو اللي بيبدا المسابقه. واحنا بنشكرك يا عمر. طبعا في ختام هذه الفقره الشيقه بنشكر ضيوفها الكرام. هنطلع لتقرير مباراه رشيد والعمريه للناشئين مع الكابتن عمرو الباز والكابتن هشام العزومي، ونستقبل طبعا فقره مواهب على الطريق، وما زلنا مع براعم نادي اسمنت حلوان. Yo.
الرساله اللي انا عايز نوضحها، اولا بشكر الكابتن احمد فواز وبرنامج ملاعب بلدنا والكابتن هشام. انا حابب نوصل رساله ان هنا في نجوم محتاجين ان احنا نبص عليها، الناس عايزه توصل وعايزه تحقق حلمها، بس محتاجين ان احنا ان حد يهتم بيهم وحد يشوفهم ويوصلهم ليحقق احلامهم. معانا موهبه هنا من رشيد، تعتبر اكتشافي، هو معايا بقاله يجي سنه ونص، بس بسم الله ما شاء الله. هو اتعرض على سموحه وعلى الاتحاد، وباذن الله في طريقه للقاهره، مش هنخبي هو رايح الزمالك ان شاء الله، وراح دخل عمل الاختبارات المنتخب 2005 الفتره اللي عدت ديت، وان شاء الله يعني هيبقى ليه مستقبل كويس للكره البحراويه كلها. وهو اللاعب محمد طب. ازيك يا محمد؟ زمالك مره واحد؟ كلمني بقى عن مشاركه الكره ان شاء الله، يعني ربنا يوفقني كده واوصل ان شاء الله لحلمي، وده حلمي يعني، والحاجه الوحيده اللي انا هفرح فيها باذن الله ورب كده. يعني انا نفسي ابقى لاعب في نادي الزمالك بس. يعني في طبعا من خلال التمرين ومن خلال المباريات نقدر ان احنا نكتشف لعيبه، في لعيبه كويسه جدا، يعني في لعيبه في اماكن زي مراكز الشباب واكاديميات، في المفروض يعني الانديه الممتاز تيجي تتابع تشوف الحاجات اللي هي الكويسه دي. يعني في لعيبه اعمار سن صغيره في موجوده في اماكن يعني هي لها الممتاز. صراحه اروح الاهلي، ده اللي انا نفسي اروح فيه. النهارده يوم رياضي جميل طبعا بنادي رشيد، وشرفنا فريق اكاديميه القطاع الشمالي، وعندنا اكاديميه مركز شباب الناصر. يعني يوم رياضي جميل وفي شباب يعني متميزين، يعني شايفين ان في مستقبل للبار يعني من الشباب اللي احنا شفناه النهارده. خليك قولي بقى ايه طموحاتك، عايز تبقى ايه؟ الحمد لله يعني على كل حاجه، بس انا نفسي العب الاول هنا في رشيد، وبعدين بره في الانديه الكبيره، وان شاء الله يعني ربنا يكرمني والعب في نادي كويس. نلعب من حوالي من زمان وانا صغير كده، كنت نلعب كوره، كنت نلعب في نادي انا في التحرير هنا، وبعدها نقلت مشيت اسكندريه نادي الاتحاد، وبعدها مشيت نادي الرابع، وبعدها نلعب عندنا ماتشين. الكباتن اللي بتبص على قطاع الناشئين تدور في الاماكن المغموره، الاماكن اللي زي ديت، الاماكن المحذوفه بعيد، الاماكن اللي ملهاش واسطه ولا قرايب، لان في ناشئين اقسم بالله في ناس مواهب تعدي مع احترام الكابتن محمد صلاح وميسي كمان، بس مش لاقيه فرصتها، مش لاقيه اللي يطلعها يحطها في العين او الكشاف اللي يبص عليها صح. ورجعنا لكم طبعا في الفقرة الأخيرة، فقرة مواهب على الطريق، معي نجوم صغار، نجوم البراعم، اللاعب علي حمدي جودة. ازيك علي؟ مسلم. أخبارك يا علي؟ الحمد لله كله تمام. مويد كام علي؟ 2009. واللاعب مازن وائل عبد العزيز. ازيك يا مازن؟ أخبارك يا مازن؟ مويد كام يا مازن؟ 2011. ماشي يا حبيبي. واللاعب سمير محمد 2009. ازيك يا محمد؟ عامل ايه سمير؟ كله تمام؟ واللاعب علي، اللاعب عبد الرحمن محمد عنط مواليد 2009. ازيك يا عبد؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. طبعا قولوا لي كده، بالنسبه للقطاع البراعم بتمرنهم تمرينات تدريبات كويسه كده في الملعب؟ كويس. تمام. انت اهلاوي ولا زملكاوي يا عبد الرحمن؟ انا اهلاوي. اهلاوي وانت محمد؟ اهلاوي. كلكم اهلاويه ولا ايه؟ وانت مازن؟ كله اهلاويه كده؟ طب ماشي. بالنسبه بقى للقطاع وشغالين كويس والمدربين كويسين بيدوكوا وقتكم بيدوكوا الشغل كويس في القطاع؟ بتمرنوا كويس؟ تمام. وبتلعبوا ماتشات وديه بقى ولا بتلعبوا ماتشات دوري؟ لا دوري وماتشات وديه. بتلعبوا ماتشات وديه. قول لي علي حمدي، علي حمدي جوده؟ لا انت علي حمدي؟ قول لي علي كده، بالنسبه ل انت بتلعب مركزك ايه في الملعب؟ هاف يمين. هاف يمين، وبتلعب كويس في الهاف يمين كده؟ اه زي مين كده في الاهلي؟ انا انت اهلاوي بقى. مثلا حسين الشحات. تمام. وانت يا مازن؟ بلعب هجوم. تلعب هجوم زي مين في الاهلي بقى؟ زي عماد متعب كده؟ ولا تعرفوش؟ ماشي نشوف كده ان شاء الله نجم كبير. قول لي يا عبد الرحمن كده، انت بقى مركزك في الملعب؟ هاف شمال. هاف شمال. تلعب زي مين كده في الاهلي؟ زي جنرال زي. تمام ماشي. وانت يا سميره محمد؟ مركزك ايه؟ نص ملعب.
وسط بقى يمين ولا شمال ولا في الاهلي؟ شمال. شمال زي مين في الاهلي كده؟ مش عارف قوي. ما تحبش حد في الاهلي طيب؟ عايز تبقى زيه؟ ها؟ علي طب صوتك طيب كده؟ بحب ناس كتير قوي في الاهلي زي حسين الشحات، اكتر واحد بحبه في الاهلي. تمام، وانت عبد الرحمن؟ اكتر واحد بحبه علي بجي. كمان انت معجب بيه. ماشي. طبعا قطاع البراعم في اي نادي، اذا كان قطاع البراعم طبعا في لاعبين جيدين، طبعا الناس بتهتم بالبراعم، لا هي نواه اي نادي وهي نواه اقتصادية للأكاديميات، والاهتمام بالبراعم بتكون حاجة جيدة جدا، لأن البراعم برضو بنوجه رسالة لأولياء الأمور الصبر على البراعم. لأن البرعم في مرحلة تعلم، في مرحلة تعلم بتوصل لمرحلة نضج، وبنشوف في التحصيل شكله إيه وبناء عليه بنقرر مستوى اللعب. لكن الاستعجال على البرعم بالذات طبعا ما ينفعش، ولكن الصبر على البراعم، لأن البراعم هي النواة الحقيقية لجميع الأندية والأكاديميات. طبعا بالنسبة لسمير، قول لي كده سمير، اسم مدربك ايه بقى اللي بيمرنك في الملعب؟ كابتن عمر. الكابتن عمر يعني مدرب كويس كده؟ كابتن عمر تستفاد منه؟ علي صوتك مش سامع. بيدربنا تمرين حلو وبيخلينا نتمرن على المهارات. احنا بنتمرن يعني بتتمرن كويس على المهارات. مهارات أساسية بقى؟ مهارات أساسية. تمام، وانت عبد الرحمن؟ كابتن باسم. الكابتن باسم بيمرنك تدريب كويس بقى كابتن باسم؟ تمام، وانت بتستفاد من التدريبات دي؟ بتستفاد كويس؟ استفاد. ماشي، قول لي يا مازن كده، التدريبات عامله ايه بقى معاكم؟ يعني كويسه. مين اللي بيدربك بقى؟ كابتن عمرو دبوب. برضه اللي هو بيمرنك كابتن عمرو؟ قول لي بقى كده، في استفاده بتستفاد من التدريب كده، بتروح مبسوط من التدريب؟ تمام، كويس. وانت طيب؟ ماشي. معانا الكابتن شعبان إناوي طبعا، اداري بنادي الزرع الرياضي. اهلا وسهلا كابتن شعبان. الو الو، وطي الصوت التلفزيون بس كابتن شعبان، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كويس. الحمد لله رب العالمين. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله والله. كابتن شعبان، ايه اخبار بقى الشغل الاداري؟ يعني طبعا القيد هيبدا ان شاء الله يوم 4/11 باذن الله. الو. ايوه دولي. بقول لك القيد هيبدا يوم 4/11 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هينتهي يوم 30 فعلا. ان شاء الله باذن الله القيد هيبدا من شهر 11 لغايه يوم 30 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وتم تجهيز طبعا الاوراق على السيستم لتسجيل اوقيد اللاعبين. احنا جاهزين ان شاء الله باذن الله من فتره، ان كل الاوراق وكل المطلوب من جهه الاتحاد المصري كل حاجه عندنا جاهزه. تمام، وان شاء الله باذن الله على قد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله بندعي بس من ربنا ان شاء الله ربنا يوفقنا، لان احنا تعبنا الموسم دوت بصراحه. وطبعا بشكر حضرتك لانك انت على راس المنظومه، وبشكر المدربين كمان علشان تعبوا معايا الفتره اللي فاتت، وانا بحاول برضو بكل بجهدي ان انا اقدر اعمل اي حاجه واقدر اساعدهم ان شاء الله. كابتن شعبان شكرا جزيلا. كابتن شعبان ناوي اداري بقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. قولوا لي بقى كده قبل ما نختم الحلقه بقى، انت حابب بقى بتحب مين بقى وبتشكر مين انه وصلك في مكان التدريب بقى؟ كابتن باسم والكابتن علاء. تمام، ومين تاني؟ كابتن ياسلام. وبابا وماما؟ بابا. ماشي، وانت؟ بابا وماما وكابتن. علي صوتك مش سامع. كابتن باسم يا سمير. كابتن باسم كابتن علاء برضو وكابتن اسلام. تمام، وقول لي كده يا مازن حابب تشكر مين؟ وكابتن باسم. ماشي، وانت علي حمدي؟ ماما وبابا وكابتن باسم وكابتن علاء وكابتن. يعني بتشكروا المدربين على جهدهم معاكم طبعا، بيتعبوا معاكم وبتستفادوا. ماشي. طبعا ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء القادم بننوه طبعا، لان في قضايا على السوشيال ميديا ولازم نوعه طبعا اللاعبين، لان طبعا ظهر على السوشيال ميديا مهاترات كثيره بالنسبه للسفر للخارج، السفر للخارج، وهذا هو الوهم، ما لا يصح الا صح. طبعا الناس اللي بتدعي للسفر للخارج ما بنحاربوش حد،
ولكن ما ينفعش ضحك على الناس لغاية كده، ما ينفعش بصراحة، لأن في مهازل كتيرة فيه، والسبب الرئيسي السوشيال ميديا. عايز روح، روح لناس معتمدة بالاتحاد المصري لكرة القدم. الوكيل المعتمد هو اللي بيسهل لك الإجراءات، الوكيل المعتمد هو المسؤول الأول والأخير، لا قدر الله حصل شيء بتروح بتشتكي في الاتحاد المصري، ولكن حد من الشارع ما ينفعش. وكذلك المدربين، اي مدرب لازم يبقى معاه كارنيه نقابي، لازم يبقى مؤهل بدراسات ودورات خاصه بالاتحاد المصري لكره القدم، ولكن اي من حد من الشارع او الدخلاء ما ينفعش، ما ينفعش. ما تشوف ابنك بتوديه ليد امينه ليتمرن، لان هؤلاء البراعم طبعا هم النواه الحقيقيين وابنائنا اللاعبين. في ختام هذه الفقرة بحب أشكر اللاعبين البراعم الجيدين، وإن شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم بإذن الله في تمام الساعة 11 وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.